تحت الضغط. محمد ومحمود، محمود ومحمد. محمود هتروح تسمع اغنيه وترجع ليها تاني. محمد تعالى مكاني، انا معاك معاك انا معاك. واحد تمام تمام تمام. جاوبت على كام سؤال صح المره اللي فاتت؟ 9 من 10. 9 من 10. شد حيلك ان شاء الله يا رب. تمام محمود نيازي. تمام. تحت الضغط كاونتر. تقع بحيرات الملح بإحدى الواحات المصرية، فما هي؟ سيوة. صح. من هو مؤسس حزب الوفد عام 1918؟ صح. ما هو سابع عنصر بالجدول الدولي الحديث؟ صح. روح السمارة هي أغنية الفنان عربي معاصر، فمن هو؟ فازم ساهر. غلط. ما هي العملة الرسمية لجزر القمر؟ الفرنك. صح. من هو الفيلسوف اليوناني مؤلف كتاب ما بعد الطبيعة؟ أرسطو. صح. كم عدد الأصفار في 105 مليون؟ يا لهوي. 3 6. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور زين في مسلسل سوتس بالعربي؟ أسرسين. صح. كم عدد ألوان علم دولة أيسلندا؟ 3. صح. حصل البطل المصري هشام مصباح على برونزية أولمبياد بكين بأحد الرياضات؟ ألعب قوة. غلط. في واحد مدعي عليه الأصفار، في واحد في النص. ما اعرفش انت وديته فين. لا سؤال غلس، مش عارف. انا جبت في الاخر. ما هو سؤال غلس. انا عارف. ما انت غلس كمان، بتجاوب على الاسئله الصعبه، فلازم نديك حاجه كده تلخبطك. الحمد لله. تلخبطك. الحمد لله. كم اجابه صح؟ ما حسبتش بصراحه. انا حسبت بقى 7 اجابات صح من 10. برافو عليك. الحمد لله. برافو عليك. يا اخي انت نموذج عظيم والله العظيم. ربنا يخليك والله. حاجه تشرف. الحمد لله. يا بختكم بيه، ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه لكم. سليم، عايزين محمود ينضم لينا. هنشوف محمود هيعمل ايه. عايز تعرف ايه اللي حصل ولا لا؟ لا. طيب انا قلت العشر اسئله كاملة. ما كانوش يجاوبوا كله؟ لا ما تجاوبوش كله، أصل الأسئلة برضو خبيثة شوية. أسئلة ماتش نهائي، فطبيعي إنها تبقى فيها صعوبة يعني. أكيد الأسئلة مش سهلة. لا هي أسئلة سهلة ولكن فيها تركات كده، تركات صغيرة. هقول لك على التركات بس بعد تحت الضغط كاونتر. تقع بحيرات الملح بإحدى الواحات المصرية، فما هي؟ الخارجة. غلط. من هو مؤسس حزب الوفد عام 1918؟ سعد زغلول. صح. ما هو سابع عنصر بالجدول الدوري الحديث من حيث الترتيب؟ صوديوم. غلط. روح السمارة هي أغنية الفنان عربي معاصر، فمن هو؟ حميد الشاعري. صح. ما هي العملة الرسمية لجزر القمر؟ الفرنك. صح. من هو الفيلسوف اليوناني مؤلف كتاب ما بعد الطبيعة؟ أرسطو. صح. كم عدد الأصفار في 105 مليون؟ 7. صح. من هو الفنان الذي قام بدور زين في مسلسل سوتس بالعربي؟ بص. كم عدد ألوان علم دولة أيسلندا؟ 3. صح. حصل البطل المصري هشام مصباح بس هو عاش على 7 بغض النظر عن بقية الأسئلة. 6 إجابات صحيحة من 9 ومحمد معاه 7 إجابات صحيحة من 10. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. الأخير طبعا بحيرات الملح في سيوة. في سيوة. في سيوة. يعني عدد الاصفار، اصل محمد قال 6 اصفار. 6 نسي الصفر اللي قبل الخمسه. هو ده الخبيث اللي كنت بقول لك عليه. هو سهل بس خبيث شويه. سؤال العاشر، البطل المصري هشام مصباح حصل على برونزيه الاولمبياد بكين في 2008. بكين في ايه؟ ما انا ما اعرفش بصراحه. في الجودو. جودو. نحيي كلنا البطل المصري هشام مصباح. كلنا نحيي محمد ومحمود، محمود ومحمد. تفضل. تمام. النتيجة طبعا اتغيرت ومحمد بيحافظ على التقدم. تمام. تمام. محمد كنتوا كام؟ كنا 90. 90. وكم إجابة صح؟ 7. ب 35 نقطة و10 نقطة هدية. 135. عيلة مرسي. محمود كنتوا كام؟ 30. 30 و6 ب 30 يبقوا 60. ودلوقتي